قلت في عشرات المرات أيها الأحبة وأؤكد فأقول، وهذا قلت للصحافة الغربية والعربية واللقاءات والقريب والبعيد والموالي والمعادي، قلت أمام الجميع، قلت لهم هذه الأمة يعني لا تراهن على موتها فهي لن تموت، ما راح تموت هذه الأمة لن تموت. والآن كل المؤشرات التي نراها تؤكد على أن الأمة بدأت أطوار النهوض وأطوار الحياة وتأخذ دورها مو في الحياة في قيادة زمام الحياة. كل المؤشرات قال رغم كل هذه المصائب والنوع، نعم رغم كل ذلك هذه أمة لا تراهن على موتها. وهذه أمة فيها سر عجيب، ما هو السر؟ إن يجتهد أعداؤها قرون 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 200 300 400 ممكن 500 سنة تماما، يجتهد أعداؤها قرون من أجل أن يضلوها أو يجهلوها أو يفقدوها بعض خصائصها عشان يسهل عليهم السيطرة عليها. فإذا ما تحرك مصلحيها ففي عقود من السنين يصلح هدم القرون. الأمة هذه استجابتها للفساد أو للإفساد استجابتها بطيئة، يعني حتى تفسدها حتى تذلها حتى تركعها حتى تمزقها تحتاج إلى قرون. أما تجد تصلحها تغيرها ترجعها كما كانت توحدها تماما تحتاج إلى عقود عشرات من السنين تقوم الأمة من جديد. وعلى هذا ما السر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. شوف حطها قرن 100 سنة، الإشارة واضحة أني في 100 سنة 100 سنة وأعداؤها يعملون فيها هدما. يجي واحد على رأس 100 سنة يتحرك في الأمة هاي في سنوات قليلة معدودة يعيد لها اتزانها وتوازنها وقوتها ويعيد لها مكانتها وثقتها بنفسها. هذه الأمة عجيبة، هذه الأمة عجيبة، وخيرها فيها وهي خير الأمم. مهما اجتمعت الأمم ولو كانت بأقطار الأرض على هذه الأمة من أجل أن تبقيها في حالة ذل مستمر أو تردي مستمر أو ضعف مستمر أو شتات مستمر، هذا محال، هذا محال. الأصل في هذه الأمة أيها الأحبة الأصل هو الخير، فإذا رأيت شرا فيها ومنها فهو طارئ. الأصل النور، فإذا رأيت ظلمات وعتمات فهي طارئة. الأصل الوحدة، فإذا رأيت فرقة وتمزق فهو طارئ. وكل هذا الأصل العزة والكرامة والخيرية، فإذا رأيت ذلا وهزيمة فهي طارئة، طارئة سرعان ما تزول.